هذا الرواق الخاص بالحملة التحسيسية وسط المؤسسات التعليمية. هذه الحملة التحسيسية اللي كنقوم بها على طول السنة الدراسية. هذا الموسم الدراسي الحالي هو النسخة السادسة. إذا بالنسبة لهذه الحملة التحسيسية كندخلوا وسط الأقسام، كنطرحوا مجموعة من المواضيع اللي هي السلامة الطرقية، موضوع المخدرات، موضوع الحفاظ على البيئة، استهلاك المخدرات والأضرار الناتجة عنها، كاين الموضوع ديال الاستغلال الجنسي للأطفال، كذلك الموضوع ديال العنف المدرسي والشغب داخل الملاعب. إذا هذه المواضيع كلها لا تقل الأهمية عن بعضها، كلها كتهم الناشئة وكتهم هذه الفئة ديال المجتمع اللي هما التلاميذ اللي هما متعرضين لبزاف الظواهر في الشارع العام، وكذلك في داخل المؤسسات ديالهم التعليمية. إذا هذه المواضيع كنتمنى أنها توصل لجميع التلاميذ وتكون في قلب جميع المؤسسات. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.